سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. أحبتي في الله، فيما كنتم داخل الوطن وخارجه، مرحبا بكم في البيت عندي، ومرحبا بيا عندكم في البيوت ديالكم، ومرحبا بنا جميع في العواشر ديال العيد والاجواء ديال العيد. وحنا كنهيئوا وحنا فرحانين للاجواء ديال العيد. في هذه الظروف ديال هذه الجائحه كاين حاله استثنائيه كنعيشوها، ولكن الحمد لله في سعاده مع عيالاتنا ووليداتنا ومع الأجواء ديال الدار. كنحاولوا نخلقوا البسمة ونخلقوا السعادة، وخاصة بالنسبة للعيد. العيد حقا ديال هذا العام استثنائي، لأن المساجد مسدودة، ما كنصليوش الجمعة، ما صليناش التراويح، ما صليناش ليلة 27، وهالعيد حتى هو الناس مضايقة. لا، ما عندكمش علاش غادي تضايقوا. الله تعالى في البيوت ديالنا، حنايا في ديورنا ونعبدوا الله تعالى في ديورنا، وهذا كيدخل في الاطار ديال فقه الازمات، فقه استثنائي. هذه فقهيات تحدثوا عليها كبار العلماء. حنا في بلادنا الحمد لله في المغرب عندنا المجلس العلمي، عندنا المجلس العلمي الاعلى، عندنا وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه، هنونا في هذه الامور ديال الدين. من غيقولوا لنا راه شافوا الهلال ديال العيد، اذا الغد ليه كنهيئوا نفوسنا الاجواء ديال العيد، وكنتهيئوا من اللحظه اللي سمعنا فيها الخبار ديال العيد، العيد الصغير، العيد الفطر. اخي كنسمعوا كنبداو نهيئوا. الحمد لله البيت المغربي معروف بواحد مجموعه ديال العادات والتقاليد. كنهيئوا نفوسنا للعيد باش الحلويات، الفانيد والى غير ذلك. من كنسمعوا الاذان ديال الفجر ديال الغد ليه، شنو كنعملوا؟ كنوضوا، كنتوضاو الوضوء الصغير والوضوء الكبير. كيأذن الاذان، اذا حنا ديك الساعه غسلنا الاغتسال اللي هو الوضوء الكبير. حنا اغتسلنا، كنصليو الفجر ديالنا جوج ركعات، كنصليو الصبح ديالنا مع عيالاتنا ووليداتنا، كنصليو الصبح. من بعد العيالات عندنا في العرف المغربي وفي الحياه الاجتماعيه في الباديه ولا في المدينه، انهم كيشقاو، كيديروا المسمن، كيديروا البغره، كيوجدوا الحلوى، كيوجدوا بحال هذا الخير هذا، وكيبقاو غاديين واخدين وخايدين في هذا العمل حتى كيصبح الصباح. بالنسبه لنا حنا الرجال كنكونوا باركين، نقراو شي بركات القران، نذكروا الله تعالى ونقولوا ديك سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر، وكنذكروا الله تعالى حتى كتوصل السبعة ونص. لان حنا في الدار البيضاء هنايا نهار العيد كنمشيو نصليو صلاه العيد. كنهضر بالنسبه لي شخصيا، لما كنمشي للمسجد المحمدي كنصلي بالناس تما صلاه العيد، كنبداو حنا مع الثمانية. ولكن ما كيمنعش هاي انه نتبعوا داكشي كتقول لنا المندوبيه الاقليميه ديال وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه. دابا عندنا قبل من 7 ونص شويه ولا من بعد 7 ونص، ماشي مشكل، كل منطقه والاجواء ديالها. اشنو كنديروا؟ غنصليو صلاه العيد، نديروا شي ركعات ديال النافله؟ لا. ايوا شنو غنديروا؟ غادي نصليو سيدي جوج ديال الركعات. هاد جوج ديال الركعات هادو كي غنديروا لهم فحال الركعات كلهم اللي كنديروا ديال النوافل، دوك جوج ركعات. اشنو فيهم؟ الركعه الاولى كيكون فيها بهذا الشكل: الله اكبر، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. من بعد نقرا اللي يسر لي الله تعالى، نقرا بإنا أعطيناك الكوثر وقل هو الله أحد، مقبولة. الركعة الأولى مثلا إنا أعطيناك الكوثر، أنا صليت بها. ومن بعد كنركع، كنوقف، كنسجد، كنبرك، كنسجد، كنوض الركعة الثانية. هانا دابا نط، أنا غنوض الله أكبر، هانا نط. غادي نقول خمسة المرات الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر الله أكبر، ومن بعد غادي نقرا سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ونكمل السورة ديال الفاتحة. من بعد نقرا قل هو الله أحد. صلاة العيد صليت، لابس جليلي بيا ديالي، فوقية نقية، حليوات في الدار، الأجواء ديال الفرحة كاينة، السيدة عندي لابسة حوايج العيد، الوليدات لابسين حوايج العيد، كل شيء فرحان، الأجواء ديال العيد، ندير السعادة، ندير الأجواء الإيجابية، ما نبقاش غير في الغمة. والله تعالى يحفظ الجميع ويبارك الجميع ويجعل أيامنا كل أيام سعد وإسعاد. ودين الله راه ميسر، دين الله راه ميسر، لا الا الجوع مسدودين ومصلى ما كاينش شاي وما صلينا شي التراويح وما زال، والناس كتبقى تهضر تهضر تهضر، راه الله كيعطينا غير بالنية، ها بالنية، انما الاعمال بالنيات. ثم حاجة اخرى، كاينة مسألة اخرى اللي هي المحافظة على النفس، المحافظة على النفوس، والنفوس البشر هي الاولى، المحافظة على النفوس مقدمة على المحافظة على التدين وعلى الدين. فالعلماء ديال المجلس العلمي الاعلى لما قالوا لنا او الدين الجوع ما نمشيوش ليهم، المصلى ما نمشيوش ليه، ونصلوا في ديورنا، راه قالوا لنا الشرع، والشرع هو هذا. والله يوفق الجميع، وايامكم كلها مبروكه، وعيدكم مبارك وسعيد.